واحد، تعرضت إيفا يوم الاثنين لحادث سيارة، ما سبب لها ارتجاجاً في المخ وكسراً في الساق، ومع ذلك رآها زميلها في اليوم التالي وهي تقود دراجة هوائية وتبدو بحال جيدة. كيف حدث ذلك؟ انظر للفتاة التي تعرضت للحادث، إنها تضع وشماً على كاحلها، بينما لا تملك الفتاة التي تقود الدراجة وشماً مثله. الفتاة التي على الدراجة هي الأخت التوأم لإيفا. 2. إيليو طالب في الجامعة يعيش بمفرده في غرفة في السكن الجامعي، وفي مساء إحدى الإجازات أقيم حفل في السكن ودعي كل من في الحرم الجامعي، وفي منتصف الحفل وجد كايدن إيليو مسموماً في غرفته، وعندما وصل المحقق اشتبه في 3 وهم أميليا وجيزيل وماكس، وأنكروا جميعا دخولهم إلى غرفة إيليو. من المجرم من بينهم؟ حتما جيزيل. انظر إلى السرير، هناك قرط فوقه، وترتدي جيزيل قرطا واحدا مماثلا، لا شك أنها كانت في الغرفة. 3. بقيت آيلا في الجامعة بعد انتهاء المحاضرات لإنهاء مشروع تعمل عليه برفقة أصدقائها. ذهبت لشراء بعض الطعام من آلة البيع، واكتشفت بعد عودتها أن محفظتها قد سرقت، ما دفعها للاتصال بالشرطة، لكن نفى زملاؤها أن يكون أحدهم السارق. نظرت المحققة إلى المشتبه بهم جيدا وعرفت الكاذب من بينهم. من هو؟ إنها آيلا، لقد ذهبت لشراء الطعام، ما يعني أن محفظتها بقيت معها ولم يسرقها أحد. 4. كانت سيدة ثرية اسمها جينيف بيل تقضي وقتا ممتعا في أحد النوادي، وفي منتصف الحفل شعرت بأحدهم وهو يسرق عقدها الماسي الذي تبلغ قيمته مليون دولار، لكن السارق اختفى فورا. طلبت السيدة من رجال الأمن عدم السماح لأحد بالخروج من المكان واستدعت الشرطة، وعندما وصل المحقق أخبره رجل الأمن أنه لم يسمح لأي أحد بالخروج، لكنه رأى رجلا يتسلل من الباب الخلفي. حينها ألقت الشرطة القبض على الحارس. لماذا؟ انظر للقفل الضخم على الباب الخلفي، لا يمكن لأحد الخروج من هذا الباب، رجل الأمن كاذب. 5. كانت السيدة بيكر تعيش مع ابنها روبرت الذي يدرس في الجامعة. عملت السيدة كل يوم ولم تكن تعلم بغياب ابنها عن محاضراته، وفي صباح أحد الأيام من شهر ديسمبر غادرت السيدة إلى عملها كالعادة، وعندما عادت أدركت أن ابنها لم يذهب بسيارته إلى الجامعة رغم معرفتها بأن لديه محاضرات في ذلك اليوم. كيف اكتشفت ذلك؟ كان الثلج يتساقط طوال الليل، وعندما غادرت السيدة بيكر للعمل كانت سيارة روبرت مغطاة بالثلج وبقيت على حالها حتى عودتها. لو ذهب روبرت إلى الجامعة فعلا لقام بتنظيف السيارة من الثلج أو الزجاج الأمامي على الأقل. 6. كانت إيزمي تتجول في الغابة، وفي المساء أثناء عودتها إلى المنزل سلكت طريقا آخر يقود إلى منزل الساحرة. رحبت الساحرة وحفيدها الذي كان يقيم عندها بالفتاة، وكان على إيزمي هذه المرة أن تطرح اللغز، وإن لم يتمكنوا من حله سيعطونها القطة. قالت: لدي زميلتان في المدرسة وهما توأم متطابق، ولدت إينيز عام 2003 وولدت بيتي عام 2004، كيف حدث ذلك؟ لقد ولدتا ليلة رأس السنة، حيث ولدت إينيز قبل منتصف الليل مباشرة، وولدت بيتي بعد منتصف الليل مباشرة. 7. هل يمكنك أن تحدد أي هذين الرجلين زوجته ثرية؟ لا يضع الرجل على اليسار خاتم زواج في يده، لذا سأختار الرجل على الجهة اليمنى. 8. حسناً، انظر الآن إلى هذين الرجلين،
من منهما صاحب كلب برأيك؟ إنه الرجل الذي على الجهة اليسرى، انظر إلى حذائه الممزق، لا شك أن هذا من فعل كلبه. 9. أخبرت كايلين وجولييت والديهما أنهما ذاهبتان إلى منزل إحدى صديقاتهن للعمل على مشروع جماعي، ولكن في الواقع ستذهب واحدة منهما للقاء حبيبها السري. هل ستعرفها؟ إنها كايلين، إنها متأنقة أكثر مما لو كانت ذاهبة للدراسة فعلا، كما أنها تضع الكثير من أحمر شفاه. 10. أمضت أماندا الصيف بأكمله في الريف في منزل جديها، وأخيرا بعد أن عادت إلى بلدتها وجدت اثنين من أصدقائها المقربين بانتظارها في محطة القطار. هل يمكنك معرفة الشاب المعجب بها سرا؟ حسناً، أعتقد أنه الشاب الذي يحمل الأزهار والحلوى. 11. رسبت سيدني ولويزا في اختبار التاريخ، لهذا عاقبتهما والدتهما وجعلتهما تدرسان طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت تمر أحياناً للإطمئنان عليهما، وها قد أتت مجدداً. هل يمكنك تحديد الفتاة التي لم تكن تدرس؟ إنها سيدني، فهي تحمل الكتاب مقلوبا. لا شك أنها أمسكته بعد أن سمعت والدتها قادمة إلى الغرفة وتظاهرت بأنها تدرس. 12. انظر إلى هذين الرجلين وهما يقومان ببعض الأعمال المنزلية، من منهما ليس ذكيا؟ إنه الرجل على الجهة اليسرى، إنه يسقي النباتات رغم هطول المطر. 13. تعمل السيدة ريفيرا معلمة لمادة الرياضيات، وقد جمعت الواجبات المنزلية لطلابها وجعلتهم يؤدون اختبارا على الحاسوب بينما بدأت هي في تقييم الواجب. في تلك الأثناء وجدت ورقتين متشابهتين تماما، فأدركت أن أحد الطالبين نسخ الواجب عن زميله. ها هما الطالبان، إنهما آشر وهولدون. هل يمكنك تحديد الذي نسخ الواجب؟ إنه آشر، انظر إلى يده، إنها ملطخة بالحبر، ما يعني أنه أنهى كتابة الواجب قبل بدء الدرس مباشرة. 14. عاد السيد ريد إلى منزله ليلا بعد يوم عمل طويل، وكانت زوجته لا تزال مستيقظة. قبل الرجل زوجته وذهب للنوم، لكن الزوجة كانت تشك بخيانة زوجها لها منذ فترة، وأرادت هذه المرة التحقق من ذلك، فقررت تفتيش ملابسه، وفي اليوم التالي أخبرت زوجها بمعرفتها بخيانته لها. لماذا؟ انظر للمفاتيح في جيبه، توجد أيضا مفاتيح معلقة على الحائط، لذا لابد أن هذه المفاتيح لمنزل آخر. 15. أقامت أشلي حفل عيد ميلاد دعت إليه بعض الأصدقاء، لكن صديقتها ليليانا لم ترغب بالذهاب إلى الحفل، فكذبت وقالت بأن والدتها طلبت منها تنظيف غرفتها. حزنت أشلي لذلك، لكنها تفهمت الوضع، ولتعويض ذلك دعت ليليانا أشلي إلى منزلها للدراسة معا ومشاهدة فيلم في المساء. وافقت أشلي على الذهاب، وعند وصولها إلى منزل ليليانا أدركت أنها كذبت عليها. كيف عرفت؟ ما زالت الفوضى تعم غرفة ليليانا، لو كانت قد نظفتها فعلا في اليوم السابق لكانت مرتبة. 16. هذه الكاتبة الثرية الشهيرة تعيش بمفردها في قصرها ولم تخرج منه أبدا. لم تكن السيدة ترى أحدا سوى الطباخ والبستاني وعامل التنظيف، وفي صباح أحد الأيام وقبل موعد الإفطار دخل عامل التنظيف إلى غرفتها ووجدها مسمومة، فاستدعى الشرطة. شك رجال الشرطة في ثلاثة مشتبه بهم. ادعى الطباخ بأنه كان يشاهد فيديو عن الطهي على يوتيوب، وقال عامل التنظيف أنه كان قد وصل للتو عندما رأى السيدة بهذه الحال.
وكان البستاني في الحديقة يزرع الأزهار. من وضع السم للسيدة؟ حتما هو الطباخ. وقعت الحادثة قبل موعد الإفطار، لكنه لم يعد شيئا للإفطار، فهو يعلم أن لا حاجة للإفطار ذلك اليوم. 17. في العطلة الصيفية دعيت أريانا للذهاب مع أصدقائها للتخييم، لكن أريانا لم تكن محبة للتخييم وفضلت البقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز، لذا أخبرتهم بأنها ستذهب برفقة والديها إلى اليونان، لكنها في الواقع بقيت في المنزل لتشاهد التلفاز. وعندما أرسل لها والداها صورة لهما وهما في الإجازة، عدلتها وأرسلتها إلى أصدقائها، لكنهم أدركوا أنها لم تكن في اليونان فعلا. كيف عرفوا ذلك؟ لاحظ أصدقاؤها أن لكل من في الصورة ظل سوى أريانا، لا ظل لها. 18. يعمل هالي في محطة للوقود في ضواحي المدينة، حيث يعم الهدوء المكان. وذات يوم كان هناك 3 زبائن فقط. اشترى الزبون الأول شيئا يشربه، واشترى الثاني بعض الشوكولاتة، ودفع الثالث ثمن الوقود. بين هؤلاء 3 مجرم، لذلك دفع هالي للاتصال بالشرطة. من هو وكيف عرفه هالي؟ إنه الرجل الثاني. لقد دفع ورقة نقدية بقيمة 25 دولار، لكن هذه الورقة غير موجودة في الواقع، مما يعني أن الرجل يقوم بطباعة النقود. 19. في 17 من سبتمبر كانت أنيكا تستعد للسفر إلى إسبانيا لقضاء إجازتها. الفتاة تعيش بمفردها، لهذا أرسلت النباتات والقطة إلى منزل صديقتها. وعندما عادت إلى منزلها في 27 من سبتمبر، أدركت الفتاة بمجرد دخولها إلى المنزل أن أحدهم دخل إليه في غيابها. كيف عرفت ذلك؟ كانت أنيكا تعيش بمفردها، لكن روزنا ما على الحائط قد تغيرت، ولقد كانت على 17 من سبتمبر عند مغادرتها، لكنها الآن موضوعة على 27 من سبتمبر. 20. حدثت هذه القصة قبل عدة قرون. كان هنري وكارولين يحبان بعضهما البعض، لكنهما واجها الرفض من عائلتيهما. وذات يوم قررت عائلة كارولين إبعادها إلى مدينة أخرى، لكنهم لم يخبروها إلى أي مدينة ستذهب. عرف هنري وكارولين أنها ذاهبة إلى إحدى المدينتين الكبيرتين المجاورتين، إما باريس جهة الشرق أو برلين جهة الغرب. اتفق الحبيبان على أن ترمي كارولين وشاحها عند انطلاق القطار، وسيعثر عليها هنري أينما كانت. وجد هنري الوشاح هنا. في أي اتجاه ذهب القطار؟ إذا رميت شيئا من قطار متحرك فإنه سيطير في الاتجاه المعاكس. عثر هنري على الوشاح على الجانب الغربي من محطة القطار، ما يعني أن القطار متجه نحو باريس. ملاحظة: بعد شهرين تمكن هنري من إيجاد كارولين هناك، وعاشا معا في سعادة للأبد.